محمد وأبو الحسن وأشهر ألقابه عليه السلام الرضا والصابر والرضي والوفي والفاضل وأشهرها الرضا، ويقال إنما لقب بالرضا لأنه عليه السلام وقع موقع الرضا والقبول من قبل عامة الناس وكافة الطبقات والفئات، واعترف به الجميع كولي للعهد بعد أبيه الإمام موسى بن جعفر، وقد ذكره بهذا اللقب جده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الأحاديث التي عدد فيها الأئمة الشرعيين من بعده، ولم يزل الأئمة الثلاثة من بعده الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام، يعرف كل واحد منهم بابن الرضا، وأما نسبه الشريف فأبوه الإمام موسى الكاظم، وأمه أم ولد فاضلة جليلة من أهل المغرب، وقيل اسمها سكن، وقيل أروى، وقيل نجمة، وقيل تكتم، وقيل خيزران، وقيل صقر، وقيل شقر، وتكن وتكنى بأم البنين، وكانت من أفضل النساء في عقلها ودينها. ولما ولدت الرضا عليه السلام سماها الإمام الكاظم عليه السلام بالطاهرة، وأشهر أسمائها تكتم، وبه ذكرها الشعراء الذين مدحوا الإمام الرضا. ومنهم الشاعر الذي أجاد بهذه الأبيات: لا إن خير الناس نفسا وولدا ورهطا وأجدادا علي المعظم. أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي حجة الله تكتموه. وقد روى الصدوق في الأمالي والعيون عن حميد المصفى قالت: إن تكتم ما جلست بين يديها منذ أن ملكتها إجلالا لها. فقالت لابنها موسى عليه السلام: يا بني إن تكتم جارية ما رأيت قط أفضل منها، ولست أشك إن الله تعالى سيظهر نسلها إن كان لها نسل، وقد وهبتها لك فاستوصي بها خيرا. فلما ولدت له الرضا سماها الطاهرة. قال: وكان الرضا عليه السلام يرتضع كثيرا، وكان تام الخلق، فقالت أمه: أعينوني بمرضعة. فقيل لها: أنقص ذرك قالت: لا والله، ولكن علي ورد من صلاتي وتسبيحي، وقد نقص منذ ولدت بولدي أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد. صلوات صلى على علي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء، الحسن والحسين، زين العابدين، أئمة المعصومين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صلي وسلم وبارك وتحنن على النبي محمد صلى الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. وروي أيضا عن علي بن ميثم قال: لما اشترت حميدة أم موسى بن جعفر نجمة أم الرضا، ذكرت حميدة أنها رأت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. رأت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام يقول لها: يا حميدة، هبي نجمة لابنك موسى عليه السلام، فإنه سيلد له منها خير أهل الأرض. تقول: فوهبتها له، فلما ولدت له الرضا عليه السلام سماها الطاهرة إضافة إلى أسمائها أروى وسكن وسمان وتكتم، وهو آخر أساميها. وكانت بكر لما اشترتها حميدة. وروي عن هشام بن أحمد قال للإمام موسى ابن جعفر عليه السلام: هل علمت أن أحدا من بلاد المغرب قد قدم إلينا؟ قلت: لا. قال: بلى، لقد قدم رجل، فدعنا ننطلق إليه. فركبت ما ركبت معه حتى وصلنا إلى الرجل، فإذا هو من أهل المغرب ومعه رقيق. فقال له الإمام: اعرض علينا ما عندك. فعرض علينا 9 جواري، وكل واحدة يراها الإمام عليه السلام يقول: لا حاجة لي فيها. ثم قال له: أعرض علينا ما عندك كله. قال: ما عندي شيء. قال الإمام عليه السلام: بلى، أعرض ما عندك. قال: والله ما عندي إلا جارية مريضة. فقال له: ما عليك أن تعرضها علي. فأبى الرجل وامتنى عليه. ثم انصرف الإمام عليه السلام. يقول هشام: ثم أن الإمام عليه السلام أرسلني في اليوم الثاني إلى الرجل وقال لي: قل له كم غايتك فيها، فإذا قال لك ما يريد فادفع له ما طلب. قال: فأتيته وعرضت عليه ما عندي، فقال: إنما أنقصها عن كذا 1000 دينار. قلت: وأنا قبلت. فقال: خذها هي لك، ولكن قل لي من هو الرجل الذي معك بالأمس. قلت: هو رجل من بني هاشم. فقال لي: من أي بني هاشم؟ فقلت: ما عندي أكثر من هذا. فقال: أخبرك عن هذه الوصيفة: إن اشتريتها من أقصى بلاد المغرب فلقيتني امرأة من أهل الكتاب، فقالت لي: ما هذه الوصيفة التي معك؟ فقلت: اشتريتها لنفسي. قالت: ما ينبغي أن تكون هذه عندك، بل ينبغي أن تكون عند خير أهل الأرض، فما تلبث عنده إلا قليلا حتى تلد له غلاما يدين له شرق الأرض وغربها. قال: فأتيته بها فلم تلبث عنده إلا قليلا حتى ولدت له علي أفضل الصلاة يا رسول الله محمد. في طالب صلوات فاطمة الزهراء، الحسن والحسين، زين العابدين، يمة المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وفيه الشاعر يقول: أفلح من يصلي على الرسول وآل الرسول النبي محمد. هو ابن من دنا إلى أدنى ما كذب الفؤاد ما رأى، هو لذلك الفؤاد ثمرة، فأين منه الطور أين الشجرة؟ يمثل النبي في أخلاقه، فإنه الثان نابت من أعراقه، له كرامات ومكرمات، في صفحات الدهر بينات، شهود صدق لسمو ذاته، كأنه النبي في صفاته، وذكره تحيا به القلوب وتنجلي بذكره الكروب. فمن يضاهي شرفا وجاها روح محمدا وقلب طه، به تجلت لؤلؤ الأبصار. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما عن معجزاته وبراهينه فله معجزات وبراهين لا تحصى ولا تستقصى ولا تستقصى، وكان عليه السلام قد عاش مع أبيه موسى الكاظم عليه السلام 35 سنة، وعاش بعد أبيه مدة إمامته 20 سنة، كان فيها بقيته ملك هارون الرشيد الذي سلم الإمام الرضا عليه سلم الإمام الرضا عليه السلام من شره بعناية من الله تعالى، حتى أشار بعض الشيعة على الرضا عليه السلام أن يختفي من المدينة ولا يجلس في داره مجلسا عاما خوفا عليه من شرها خوفا عليه من شر هارون الرشيد لعنه الله. فقال لهم الرضا عليه السلام: لقد قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: